تحت الضغط. محمد أمجد وريهام شعبان، ريهام شعبان ومحمد أمجد. ريهام هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. محمد أمجد اتفضل مكاني. اتدربت على تحت الضغط؟ كتير. جاهز؟ إن شاء الله. نطمن على ريهام. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة قبرص؟ اليورو. صح. من هو الفنان الذي قام بدور فضل في فيلم صعيدي رايح جاي؟ محمد رمضان. غلط. الثلج الجاف والحالة الصلبة لأحد الغازات، فما هو؟ الهيدروجين. غلط. في أي من دول جنوب شرق آسيا تقع جزر الملوكو؟ ملوك. في الهند. غلط. ما هي الدولة التي حكمها القيصر إيفان الرهيب؟ دولة رومانيا. غلط. كم عدد حروف كلمة مقاومة؟ 6. صح. رجعوا التلامذة هي قصيدة لشاعر عمية راحل، فمن هو؟ أحمد فؤاد نجم. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية مسلسل أفراح القبة؟ أفراح القبة. 3 إجابات صح من 8 أسئلة. طبعا كان في أسئلة ممكن تتجاوب، ولا إيه رأيك؟ خلينا نشوف إيه اللي هيحصل مع ريهام. زياد، عايزين ريهام تنضم لينا، ولكن هي تحت الضغط مش سهل طبعا، يعني محتاجة تركيز قوي جدا. ونسأل ريهام، عايزة تعرف إيه اللي حصل ولا لأ؟ لا. هقولك معلومة واحدة، أنا قلت 8 أسئلة من 10. محمد كان بطيء سنة، الأسئلة مش صعبة بس عايزة تركيز. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة قبرص؟ دينار. غلط. من هو الفنان الذي قام بدور فضل في فيلم صعيدي رايح جاي؟ باص. الثلج الجاف والحالة الصلبة لأحد الغازات، فما هو؟ ثاني أكسيد الكربون. صح. في أي من دول جنوب شرق آسيا تقع جزر الملوكو؟ ماليزيا. غلط. ما هي الدولة التي حكمها القيصر إيفان الرهيب؟ روسيا. صح. كم عدد حروف كلمة مقاومة؟ مقاومة. 6. صح. رجعوا التلامذة هي قصيدة لشاعر عمية راحل، فمن هو؟ أحمد فؤاد نجم. صح. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل أفراح القبة؟ عمار الشريعي. غلط. كم عدد النجوم على علم دولة 3؟ تشيلي؟ غلط. تعالي تعالي هنا هنا تفضلي هنا. لا، عدد نجوم تشيلي نجمة واحدة بس. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. بذمتك العملة الرسمية لدولة قبرص تبقى دينار. دولار. يا نهار، دينار. لو اتلخبطتي قوي يعني هتقولي دولار، بس هي طبعا يورو. طيب، من هو الفنان الذي قام بدور فضل في فيلم صعيدي رايح جاي؟ مين بقى؟ محمد هنيدي. هاني رمزي. في أي من دول جنوب شرق آسيا تقع جزر الملوكو؟ جنوب شرق آسيا يعني فين؟ اندونيسيا. اندونيسيا، برافو عليكي. السؤال الثامن، من هو مؤلف الموسيقى التصويرية المسلسل أفراح القبة؟ هشام نزيه. وعدد النجوم على علم دولة تشيلي هي نجمة واحدة مش 3. 4 أسئلة صح، 3 أسئلة صح. كلنا نحيي محمد أمجد وريهام شعبان، ريهام شعبان محمد أمجد. طبعا النتيجة اتغيرت. محمد أمجد كنتوا كام؟ كنا 80. 80 و3 إجابات صح بقيته 95. ريهام شعبان كنتوا كام؟ 40. كم إجابة صح؟ 4. 4 و10 نقط هدية. قلتي لمحمد أمجد شكرا؟ شكرا. بقيته 70. الفرق ضربات الجزاء. ودلوقتي مع الفقرة